انا رانا في اعلى قمه جبل النور، في اعلى القمه يعني فوق جبل النور. الان غار حراء ها هنا تحتنا واحد 10 امتار الان نستريح ان شاء الله، ثم ننزل الحمد لله غار حراء ان شاء الله. اذا نشوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه المشقه، لما شوف انظر الى سفح الجبل الهيئه، شوف العلو تاع الجبل والمشقة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يطلع على الجبل، اليوم راك تشوف احنا طلعناه بدرج، كاين اسكاليات، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش درج. شوف المشقة كانت حجارة وكانت يعني علو ومشقة، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يطلع دائما هنا حتى يتأمل في ملكوت الله عز وجل. شوف الموقع الذي اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم، بالرغم لأن الصعود كان خلف الجبل، لكنه كان دائما ياتي الى هذا المكان حتى يرى بيت الله الحرام. شوف من هنا ينظر الى الكعبه، من هنا ينظر الى المسجد الحرام، وكذلك الى جبل بني هاشم اللي زاد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانه يقول في قراره نفسه، سياتي يوم ان شاء الله، يعني ربما قد ياتي يوم ويهاجر من هذا المكان الذي كان يقول صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بلسان حاله عن مكه، يقول والله لا أنت أحب البلاد إلى قلبي أو البقاع إلى قلبي، فلولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. هكذا كان صلى الله عليه وسلم كان يقول، وكان يعني دائما قلبه متعلق بهذا المكان. فما كان يأتي إلى هذا الجبل وإلى هذه وإلى قمة الجبل، ينظر إلى 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 المسجد الحرام، وينظر إلى إلى بيته وإلى الكعبة، ويتأمل في ملكوت الله عز وجل. فننظر ونأخذ من العبر، من هذه العبر كلها ومن هذه القصة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعب على هذا الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم شوف المشقة، وشوف كيفاش الله سبحانه وتعالى أنزل عليه القرآن في هذا المكان حتى يبين للأمة. كان الله سبحانه وتعالى يقدر ينزل عليه الوحي عند الكعبة الشريفة، كان يقدر ينزل عليه الوحي في المسجد الحرام، ينزل عليه الوحي في 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 أي مكان من البقاع، لكن الله سبحانه وتعالى حتى يثبت لهذه الأمة ويبين لهذه الأمة أن هذا القرآن ثقيلا، وجاء في مكان ونزل في مكان وعر، جد وعر يعني صعب. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالله سبحانه وتعالى بثقل هذا القرآن، وكذلك حتى نستشعر تعب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشقة التي عاناها صلى الله عليه وسلم من أجل هذه الأمة، من أجل أن يخرجنا من الظلمات إلى النور، من أجل أن يأخذ بأيدينا إلى الجنة، من أجلنا صلى الله عليه وسلم ضحى وضحى ودعا وبكى من أجلنا صلى الله عليه وسلم، فعلى كل شيء. حتى ربما اليوم لابد أن نكون في أجمل الصور وفي أجمل يعني ما يكون، حتى نرضي الله سبحانه وتعالى ونرضي رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي يكون يوم القيامة علينا شهيدا، كما قال الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فما عسانا أن نقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عسانا أن نقول له وقد تحمل من المشقة والأتعاب، قد هاجر وقد ضرب وأوذي، وقد هدمت رباعيته، رمي بسلا البعير، وشتم أمام مرأة ومسمع من ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. الرسول صلى الله عليه وسلم أوذي وتعب من أجلنا، من أجل أن نخرج من الظلمات إلى النور، من أجل أن يهدينا الله سبحانه وتعالى إلى سواء الصراط. والآن نمشي ونمضي قدما حيث غار حراء، وما أدراك ما غار حراء، حيث نزلت أول سورة في القرآن، سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هيا بنا إن شاء الله سنكون المسجد. شكرا لك الله يبارك. كما تشاهدون الآن إخواننا الكرام، الآن نحن في مكان ها منا كان يدخل سيدنا رسول الله، ها هو غار حراء، مدخل غار حراء، هذا هو مدخل، من هنا كان يدخل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما تشاهدون صلى الله وسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا هو المدخل الذي كان يدخل منه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك. مشهد يثلج القلوب. هنا كان يدخل الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. سبحان الله، الله أكبر.
الله أكبر. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. روح واصل واصل شباب. حجي يلا يلا يلا. يلا طريق يا شباب. اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. حجية. الله أكبر. حجية. الله حجية. الله أكبر. طريق حجية. تبر. هذا وغار حراء. هذا وغار الذي نزلت فيه أول سورة في القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق. روح من يسار. كان طريق من؟ والله من شارف. يا من شارف. حجية. همتك على الله.